طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، والبداية مع العناوين. في العنوان الأول لهذه الحلقة: غرق شوارع ومنازل المواطنين في محافظة ميسان بسبب السيول والفيضانات. وفي العنوان الثاني: بلدية البصرة تزيل منازل الفقراء المتجاوزين دون إبلاغ مسبق. وإلى العنوان الثالث في هذه الحلقة: سائقو التاكسي في بابل يطالبون بالضمان الاجتماعي، وآخرون يتحدثون عن فشل الحكومات المتعاقبة في العراق منذ العام 2003. وفي العنوان الرابع: في محافظة النجف انتشار الأمراض وحالات التسمم بسبب رمي مياه الصرف الصحي في النهر مباشرة. ومن العناوين إلى التفاصيل: بعد هطول الأمطار بكميات كبيرة وبسبب السيول القادمة من إيران، وبسبب عدم وجود بنية تحتية وخدمات حقيقية في ظل الفساد الحكومي في العراق، غرقت بيوت المواطنين في محافظة ميسان. الكثير من المقاطع التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي توضح غرق منازل المواطنين في محافظة ميسان. دعونا نشاهد المقطع الأول. شوف عمل كارثة، شوف 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 بيوت غرقت، شوف هذا البيت، شوف هذا البيت، شوف الله أكبر، الله أكبر من حكم الأحزاب، الله أكبر من مسؤولينا، الله أكبر من حكومتنا. شوف شنو ذا بهاي العوالي، الله 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 ينتقم من عندكم. روح صور اشوفه ايه وحالي مرت ومصايمات اه طب طب ليش ولا جوه هاي الغرف لا ما في هذا البيت. شوف هذا البيت، غرفة الاخشاب. كم عم الله اكبر. اه والله خرجنا واحد العباس ما هو قال تقعد ثاني هاي الماء وقاعد يسحب. احد مواطني محافظه ميسان صور شوارع مدينه العماره مركز محافظه ميسان التي طالما تبجح محافظها بانها الاولى على باقي المحافظات في الاعمار. دعونا نشاهد المقطع التالي من مدينة العمارة. عيني ميسان تزهو بالنصر. هلا هلا بدك هالشط، هاي نص العمارة. الله أكبر، هاي حي الحسين نص العمارة اخوان. شو باع 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 باعوا، شوف شوف باعوا باعوا هاي العمارة. شوفوا الماي شوفوا الماي، شوفوا هاي هاي العمارة، هذا الجامع الكبير مال ميسان. شوفوا الماي هاي نص الولاية، شوف بحر بالكوستر. الله ولك هذا هذا يشفط اسمه صلصة مالته وعلي خضر هذا بالكيل. ولك يا رحمة ولك دوسنا دير باب دير باب لا تسحب ماي هذا طف، هذا خطيه، هذا مو صلصة مالته هنا يخذ ماي يبون محرك. ها اخوي طفيت عمل عيني. ها طاب ما اقول لك باوي طاب هاي شوف بعضه اخوان، هاي حي حسين، هاي بال المنتزه، هاي نص العماره، نص العماره. وينهم؟ وين ابو 28 عضو مجلس محافظه؟ وينه؟ وين مدير البلديه؟ الطرق والجسور المجاري وينهم؟ نايمين؟ بنى التحتيه وينهم؟ هاك تفضل باع شنو ذنب هذا الرجال؟ شو بابا شو بابا خطيه، شو بابا هاي السيارات بابا، هاي حي الحسين، هاي هذول ما يشوفون الماي شو يسوون، جاي شو يسوون مجبور يعني اللي يفوت يعني شلون بالله بطل. نبقى في محافظة ميسان حيث صور أحد المواطنين لحظة انهيار جسر الطيب كما هو معروف بسبب السيول القادمة من إيران. دعونا نتابع. ما
اقربك جاي لا يحلقع، ما لا يحلقع كابا دايشين مال بالنص. شوف الماي وبالعيبي اجاكم اجاكم، خليه يبلع لي حويده بنصبيح. طق 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 الجسر، طق طق الجسر يا حويدر، طق 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 الجسر، طق طح 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 الجسر، طق غط 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 طح الجسر، طح 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 الجسر، راح طح الجسر. غط الجسر وكبره. استقر. راح الجسر وكبره. شوف الماي. راح الجسر كله. لا والله خلاص. ومن محافظة ميسان جنوبا إلى محافظة التأميم شمالا، وبالتحديد إلى مدينة كركوك، حيث غرقت منازل المواطنين في مدينة كركوك، وقام الأهالي بجهود ذاتية وبسيطة لمواجهة الفيضان والسيول. دعونا نشاهد. حجية شلونك؟ هاي بسبب الفيضان المطر؟ اي والله الفيضان. يعني هسه انت جاي بس صونده هيك؟ خرجت انت حطيتي هاي سقواني؟ سقواني حاطين ويجعني حتى المطر الماي. لا اله الا الله. تحت علينا المحافظ سبحانه. احنا وجهانا. ان شاء الله ان شاء الله. هاي كركوك عمل الشعبي. يمر بيوت السعادة. إلى تفاصيل الخبر الثاني أعزائي المشاهدين، ومع ارتفاع معدلات الفقر في العراق والتي وصلت إلى نحو 23% بحسب وزارة التخطيط في الحكومة في العراق، ووصول معدل البطالة إلى أكثر من 22%، لجأت الكثير من العوائل في العراق إلى بناء دور بسيطة على أراضي الدولة التي لم تقم الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 ولغاية الآن بتوزيع قطع للفقراء، قطع أراضي للفقراء والمحتاجين في العراق، بالوقت الذي تتجاوز فيه الأحزاب والميليشيات على بنايات وأراضي الدولة دون أي محاسبة. المقطع التالي تتحدث فيه امرأة من محافظة البصرة عن قيام بلدية البصرة بإزالة منزلها وإزالة منازل أخرى دون إبلاغهم بموعد الإزالة، فلنشاهد. زين حجي اعطوكم تعويض؟ لا ما رجع البنك انت ما اعطوني، لا فلت ولا عانه ولا الف ولا يعني انتم كبار ازاله كل شيء. هذا شو قلنا؟ قلنا شنو؟ ما اعطيكم ولا فلس الحكومه ولا فلس، كلها عوضات. هذه قبل شوي منك هذا المكيف. الاحزاب ما تدور، لو تلتفت حزب لو اطلع. هاي شوفوا البيوت، يعني ليش والله ظلم بالعباس، ظلم هذا الفقير، هو هذا الفقير ليش؟ والله ظلم، والله عار عليكم يا الاحزاب، عار عليكم. بلشوا البيوت وعزب معروف ومعين بالموانئ اللي هو سيد ناجي. سيد ناجي ما كفيت، كافي 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 سيد ناجي كافي. مو راح اقول لك حتى بيوتك هسه، مو بس بعد حاط صفي ما زادوا ملح على وياي، وبالتالي سوي هاي السوايه وياي، بالتالي سوي هيك يشتكى علينا وعلى فروخي. انت شو عندك ولك؟ انت شو عندك انت؟ بس احنا نقول يا الله نكاظر بالله واحد فيا. احنا بسوده ك
كان الله في عون الفقراء. إلى تفاصيل الخبر الثالث، حيث طلب سائقو التاكسي في محافظة بابل بتوفير الضمان الاجتماعي لهم من قبل الحكومة. في المقطع التالي أحد سائقي التاكسي يتحدث عن الأوضاع في البلاد والفساد الحكومي، دعونا نتابع. من جميع الجهات مظلوم، أولا نقابة العمال، احنا شنو منتخبين ضمن نقابة العمال، بس شنو الفايدة نقابة العمال غير اكو ضمان حقوق للسائق؟ اخذ من عندي المبلغ البسيط ها حتى يتراكم باكر عقبه، انا صار بيا سكر، صار بيا مرض، انا ما اقدر اسوق، عائلتي من انا عايشه؟ اذا انا قضيت عمري بهذا الجراجات وبالتالي وين اروح؟ اروح اجدي؟ مو شريحه من المجتمع عني؟ مو خادم مجتمع عني؟ لا لا صح لو مو صحيح؟ خادم صار سنين اخدم، انقل واجيب واداري وعيني واغاتي، الموظف شلون يوصل؟ عندك بس مرخصتك، اكو سيارات حكوميه ناقله للموظفين؟ لا مو انا الناقل، مجرد بسيط، مبلغ بسيط، ولكن ضمن عيشتي هاي باكر عقبه هي ضمان الي انا. ناس مظلومه حقيقه، حطوا حقوقها، بس احنا تاخذون من عندنا كل تحويل سياره مبلغ معين 60 و50 وش اسمه. ارجو من المحافظ الجديد، ارجو من المحافظ الجديد ان يعيد النظر بقضيه تبليط الشوارع، لان دا ياخذون رسوم من عندهم على تبليط الشوارع، وسياراتنا كل 3 أشهر كل 4 أشهر احنا نبدل صدر جديد. مواطن اخر تحدث عن فشل الحكومات المتعاقبه في العراق منذ العام 2003 ولغايه الان، واشار الى ان هذه الحكومات لم تقم باي انجاز او اعمار يذكر، واضاف لم يمر على العراق حكومة سيئة كالتي جاءت بعد الاحتلال، دعونا نتابع. من 80 لحد الآن في هذا الجراج، ومن هاي من ضمن يعني هاي المعاناة اللي جاي يعانوها، يعني مثل هاي الحكومة ما شفنا. صارنا شقد يعني هاي الحكومة عيبوا على قبلهم، طلع شو ما نعرف. يعني أنت من أنا عيب عليك وأقول هذا شغلة مو زين، كان دكتاتور وكان طاغي وماكل حق الشعب، والشعب يركض العشا خباز. شو هسه من جينا عليهم لقيناها اضرب. يعني اذا قبل كان الخباز نقدر ناكله، هسه قلنا ما نقدر ناكله. السائق يتعاقد ويا الدوله ما محصل حقه، 4 سنين سواق يشتغلون ياكلون وضمن الدوله، وما بالاخير 4 سنين ماكو له. عامل النظافه يدق يحسبوا له 10 لما يجي، حتى يوميته 5 ما يطوف فيها. المواطن يركض وما ملحق على كل شيء. يا اخي الدوله شنو اللي سوته؟ الدوله لعد بس هاي الميزانيه ما مكفيه، يعني بس رواتبهم اللي محصلين احنا من الدوله شنو؟ يعني بس ضيم وظلام. هاي جبنا حروب من ذاك اليوم الى اليوم، واجينا هاي 13 سنه 15 سنه هم من جوانا هم نفس الشيء حروب. اللي غيروه التغيير شنو اللي ردنا؟ تغيير نحو الأسوأ. قبل الكاسب كان يقدر يشتغل، هسه قام ما يقدر يشتغل. الكاسب كان نقول والله نقدر يقدر يتعب بيده ويشتغل محصل شيء، هسه لا يتعب بيده ولا كل شيء محصيل، وحتى تعيينهم ماكو. او هاي الناس تعرف السائق يركض بصفحه، ذاك يركض بصفحه، احنا كل شيء ماكو، نريد نحصله. هسه احنا اللي سويناه شنو من جوانا لحد الان 15 سنه؟ ال 15 سنه علي من جاي يصرفون هاي الماليه؟ المن؟ من اللي جابه؟ الوحده بامرها، احنا نعرف الوحده بامرها، اذا الامر زين الاداره كلها زينه، اذا الامر مو زين هي الدوله كلها فاسده. اذا هو الصغير يطلع فاسد والكبير فاسد والدوله فاسد، منو اللي بعد راح يشتغل منه؟ يعني السائق يريد يحصل مثلا الاجور مالته من الدوله اذا هو سائق؟ إلى تفاصيل الخبر الرابع، إلى ناحية العباسية بالتحديد بمحافظة النجف، حيث تحدث الناشط أبو زين العابدين حول كارثة صحية لا يجب السكوت عنها مطلقا. أشار إلى انتشار الأمراض وحالات التسمم بسبب رمي مياه الصرف الصحي في النهر مباشرة دون تصفية ومعالجة. دعونا نشاهد المقطع التالي الذي تحدث فيه الناشط حول هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن الآن من محافظة النجف ناحية العباسية. يعني نظل مناشدات ومناشدات ومناشدات واحتجاجات، يعني المسؤول من يستلم راتب المسؤول المحلي بداخل الناحية بالقضاء بالمحافظة، شنو هذا الراتب؟ الراتب الشرعي والقانوني شنو عمله وحماياته والسائق مالته ورايح جاي ومنصب وتقاعد؟ يعني احنا نظل كل شيء بسيط متواضع لازم هاي، وثاني يوم تجون تشك 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 سوينا لكم. يعني احنا نظل ما عندنا شغل، ما عندنا عوائل، ماكو فاتحه، ماكو واجبه، ما عندنا عمل، اشتاك العوائل نحكي بالصدق. يعني احنا نظل نفتر وراكم من شغله شغله. شوف شوف
شوف ابناء محافظه النجف والكوفه ناحيه العباسيه تفوت بالسموم المجاري. شوف هذا من المستشفى ناحيه العباسيه، هذا من القصاصيب اللي يذبحون ناحيه العباسيه، هذا مجاري العباسيه كلها تذبح هنا، هذا شط العباسيه. شوف المشروع وين المي، شوف منو يا عالم بيكم صمم هاي المشاريع، الوضع هاي الفكره والخطه. شوف شوفوا مشروع العباسيه مال المي، ابناء ناحيه العباسيه شوف من يشربون مي من هذا المشروع لقبالكم. وين المجاري مال العباسيه؟ هاي شوف المجاري يذب امراض وسموم. زين عوفوا هذا نقول تصريف مياه ومنا المشروع تحليه وتصفيه وتنظيف وتعقيم ويعطي ناس معقم. ما فكرتوا بهاي الناس الفقراء؟ هاي الناس الفقراء ما فكرتوا بيها؟ الناس اهل الارياف، هاي الريف، هذا بالريف ما يجي مي، ما يجي من المشروع التصفيه والتحليه، يعني قبل هو وحلاله يشرب مي ملوث. مال مجاري مياه ثقيله، المي القصاصيب اللي يذبحون، المعلومات كلها الناس قالت لي، المستشفى هاي الامراض والتعقيمات والفيروسات والدم واللعبان الروح كله بمقون الناس. ماي عمي والله كتلتونا، ماي 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 شرب الناس، حتى الماي الشرب لازم الناس شتكم، ماي شرب ابسط شيء، ما نريد مطار، ما نريد طياره، ما نريد مترو، ناس ماي شرب نريد ماي نظيف صحي. كارثة شوية استحعاد، والله ملينا وتعبنا، عايفين اهلنا وعايفين مع شغلنا ونركض وراكم منا ومنا، كاف استحوا اشتغلوا الشغل لله. إلى فقرة آراءكم. إحدى سقوف المحلات حلقت واستقرت فوق أسلاك الكهرباء في أحد أحياء العاصمة بغداد، أدت إلى انقطاع الكهرباء على الحي وذلك بسبب الرياح القوية العاصفة التي ضربت العاصمة بغداد. المشكلة أنه ترك الحي دون كهرباء ليومين، وعندما جاء عمال الكهرباء لرفعها تركوا الأسلاك مقطعة على حالها وبقي الحي دون كهرباء. دعونا نشاهد هذه الصور. هذه صورة التي طارت هذه السقيفة واستقرت على الأسلاك الكهربائية في بغداد. نعم هذه هي الصور، وهذا الأمر يعني أثار الكثير من التعليقات من قبل المواطنين العراقيين على موقع فيسبوك. دعونا نقرأ بعضا منها. مؤمل حسين علق: منظومة الكهرباء في العراق مدمرة بالكامل والوزارة تطلب 80 مليار لإعادة تأهيلها، لعد وين المليارات السابقة اللي انصرفت عليها؟ يتساءل. محمد الشمري قال وعلق: منطقتنا بدون أن تجي سقيفة، مجرد ما صار هواء عالي انطفت ولحد الآن ما رجعت. مصطفى الدليمي علق: لعش تقول على قضاء القائم، صار لخمس سنين ما شايف الكهرباء لحد الآن. حسن حيدر: احنا في منطقة البياع المحولة محروقة صار لها اسبوعين، وكل ما نروح تقول لهم تعالوا صلحوها يقولون اجمعونا 20 بطاقة رصيد. منى علقت: عايشين بالقدرة لأن كل شيء بالعراق منتهي الصلاحية. حسن الحربي علق: تعودنا بالعراق على كل شيء، ما دام الشغلة تخص المواطن البسيط ما حد يجي يسويها، بس لو الحزب أو جماعة كان سووها بسرعة. نعم إلى فقرة هاشتاج. تسارعت الأحداث في الجزائر منذ 22 من فبراير شباط الماضي، وتحول الشارع خلال 5 أسابيع إلى لاعب رئيسي في الحياة السياسية، حيث أجبرت التظاهرات الواسعة في الجزائر على إعلان الرئيس بوتفليقة عدم ترشحه لولاية خامسة، وإعلان الرئاسة الجزائرية اعتزام الرئيس بوتفليقة تقديم استقالته من منصبه قبل 28 من أبريل نيسان الحالي، إلا أن الحراك الجزائري يطالب برحيل الحكومة كاملة ورحيل الوجوه القديمة في الحكومة. وعليه فإن هاشتاج اليوم هو ترحلوا يعني ترحلوا، والذي أطلقه الجزائريون دلالة على تصميمهم لتغيير الحكومة بشكل كامل. دعونا نتابع بعضا من هذه التغريدات.
صابرينا قالت وغررت إن الذي يثور لأجل الجوع سيسكت حتما إذا ألقيت له كسرة خبز، أما الذي يثور لأجل كرامته فلن يسكت حتى تكون له كرامة. وليدو كما أسمى نفسه على تويتر قال الجزائريون يشرعون في تحقيق حلمهم في بناء جزائر جديدة، ألف تحية للرجال. محمد غرد نظام لا يفهم ما يريد الشباب، ما زال يناور ويستعمل آخر أوراقه وآخر أوراقه، وترقبوا عشية اليوم سيلعب على آخر وتر. خالد غرد السلطة تستعمل أسلوب المماطلة وتراهن على فتور المظاهرات ولم تقم بأي خطوة فعلية تجاه الحراك لحد الآن، الورقة الاقتصادية كورقة ضغط مطروحة وليست ببعيدة. إلى فقرة ما بعد الهاشتاج. للتعريف بمرض التوحد والتحذير من مخاطره اختارت الأمم المتحدة 2 نيسان/أبريل من كل عام يوما عالميا بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد. دعونا نشاهد التقرير المصور لوكالة يقين الذي أعدته حول هذا الموضوع. يعاني اليمن من انتشار مرض الكوليرا في ثالث انتشار منذ عام 2015، حيث قضى هذا المرض على الدكتور اليمني محمد عبد الغني الذي كان يعالج المصابين بمرض الكوليرا. دعونا نتابع التفاصيل مع تقرير أعده موقع إيجيبلاس عربي، فلنتابع. باختصار يعني كارثي. كارثي بكل المقاييس، يعني حالة كثيرة جدا. نسأل الله أن يعافي ويشافي المرضى في اليمن. هل سمعت يوما بأن صقرا برتبة جندي؟ هناك 10 أنواع من الطيور تعتبر مكونا أساسيا في الحرس الفيدرالي الروسي تحت اسم وحدة الطيور الجارحة، والتي أنشئت عام 1984. ما السبب وراء إنشاء هذه الوحدة؟ دعونا نتعرف على هذه الإجابة من خلال تقرير أعده موقع الخليج أونلاين، فلنتابع. We'll be right back.
وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.